طيب، التحية ليكم، مرحب بكم. الرحمة والمغفرة وعالي الجنان والمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية العظيمة ولكل الضحايا شهداء، لكل شهداء العبث السياسي وضحايا الحروب العبثية والإجرام السياسي ولعبة القط والفار ما بين السياسيين والعسكر العملاء، السياسيين الجبناء والعسكر العملاء. عاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين بدنيا ومعنويا. الحرية لكل المحتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا. المفقودين ربنا يجمعهم بزويم سواء كانوا أحياء أو أمواتا. وبعد أن تم التستر على الجريمة الكبيرة بتاعت 800 شهيد يا جماعة اللي جوهم مدفونين طبعا، وبعد ذاك ابتدى نبش المقبرة، وبعد ذاك تدخلت ما عارف قوات الدعم السريع وشنو، والموضوع انتهى عليه كده. طبعا دي كلها يا جماعة أشياء بتدور في إطار معين، يعني تغفيل واستغفال واستعباط واستهبال واستحمار واستحقار الشعب السوداني. الشيء اللي كان بمرسول الكيزان وضد الشعب السوداني، وكان كل القوى السياسية دي موجودة وبتتفرج، هم جزء أساسي لأنهم مارسوا أسوأ من الأشياء دي أو ظلوا يمارسوا نفس الأشياء. طيب، في حاجة قبل ما أتكلم، طبعا يا جماعة ما في زول تاني عنده شك أنه الثورة دي اتسرقت. الثورة اتسرقت، ثورة ديسمبر 2018 تمت سرقتها بهذه القوة السياسية المنبطحة وهذه القوة العسكرية العميلة والمرتزقة الموجودة في الدولة السودانية. وحصلت شراكة بين كل المكونات. الشراكة هدفها الأسمى هو طبعا الهروب من العدالة. عشان كده أي حاجة متعلقة بالعدالة يا جماعة هم لعبوا فيها، أي حاجة متعلقة بالعدالة هم لعبوا فيها وما دارين تكون في عدالة حقيقية. لكن دار أتكلم في الأسلوب والسيناريوهات اللي بيستعدوا بها الآن، لأنه تاني حيتصوروا يا جماعة 19 ديسمبر 2020. والناس عشان تنتبه من الآن، أن إحنا لو ما انتبهنا من الآن حتتكرر نفس المسألة وبنفس الطريقة طالما موجودين نفس هؤلاء الأشخاص. عشان أنا من الآن دار أحذر من حاجة، وبدل حاجة غريبة جدا جدا، 19 ديسمبر جات مجموعة خدت لنا الصور بتاعت موسى هلال. أنا بتكلم بكل وضوح أنه موسى هلال مظلوم وما عارف، بلا موسى هلال بلا زفت. أنا بقوله بالواضح، إذا في عدالة في الدولة السودانية موسى هلال ده أكبر المجرمين. موسى هلال ده عراب الجنجويد. ويمكن الناس نسيت الحاجة دي يا جماعة، أن أسس هذه العصابات وهذه المرتزقة، يعني بعد ناس كشيب وغيره جاء موسى هلال هو الأسس وهو جاب البلوة دي. حكاية المجرمين يصفوا بمشاكلهم من خلال الدولة السودانية. وطبعا يا جماعة الحاجة دي سنة الإنغاز، سنوها الإسلاميين، تبييض الوجه. كيف سنوها الإسلاميين؟ بنذكر تماما، وطبعا أنا دار أذكر الناس أنه حتى حكومة ما يسمى بهذه الثورة أو لصوص الثورة القاعدين الآن بقيادة حمدوك ما جايبين خبر أنه في حاجة اسمها اليوم العالمي للفساد. اليوم العالمي للفساد ده ما أشاروا له، ولا شفنا في السوشيال ميديا، ولا شفنا في صفحاتهم. أنا أتحدى أي إنسان اللي هو بوافق 9 ديسمبر من كل عام، وكل الناس دي جايننا من برا وجايين طرزانات، وشفنا في جميع السنوات الماضية احتفاء بهذه الأشياء. الآن اختفى، مع أنه المفروض أن احنا اليوم العالمي للفساد ده المفروض مش نحتفل به،
نذكر به المفروض الشعب السوداني كله يطالب هذه الدولة. لكن ليه يا جماعة؟ لأن الفساد الآن هو من يملك القوة، الفساد هو من يملك أجهزة العدالة، الفساد هو من يملك زمام الدولة السودانية. بمعنى تجي تلقى أخبار غريبة جدا بيحتفوا بها وبيحاولوا، أنا داير أنبه الناس يا لعيب الناس دي يا جماعة، يجي يقول لك ما عارف شرطة الجماري تنجح في القبض على ذهب مهرف في لحمة، وفي ذهب بتسرق بالأطنان وبالكيلو بيطلع بالمطار دايركت ما في زور بيحترضه. لكن لما يجي واحد عشان يخط لنا مقارنة زي دي، أنا والله قاعد أحتغره، شنو قبض ذهب مهرف في لحم ودايرين يحتفوا به والشرطة السودانية والشرف عشان يقنعوا الشعب السوداني بالخزعبلات بتاعتهم دي؟ الكيزان احتاجوا أنه يبيضوا المجرمين يا جماعة عبر المواقع الدستورية الحساسة، ويمكن لأنه معظم الناس ركبت في قطر السياسة ده، دخلته من القبيلة أو من تسلق القضايا الحقيقية ووجدوا في المسألة ارتزاق. لأنه أنا تحديت قبل كده قلت يا جماعة لو جينا نحاسب السياسيين السودانيين والثوار اللي هم عايشين ده، عايشين سرا فاحش يا جماعة الناس زين. أي جيب لي قيادات القيادات الثورية، جيب قيادات الأحزاب، عايشين سرا فاحش، ما في زول قبل كده حاسبهم، وهم ما عندهم شغل، اللهم شغلهم الوحيد أنه شغالين سياسة. والسياسة يا جماعة ما مصدر رزق، تمام؟ واتحديت قبل كده قلت تجيبوا ناس الضرائب وجيبوا كل المؤسسات السودانية دي يثبتوا لنا في يوم من الأيام أخذوا ضرائب أو أخذوا أشياء من دائرة المهدي أو دائرة المرقني. كلام ده ما حاصل، عشان أن احنا نفهم الدولة السودانية ونفهم حرص الناس زي. يا جماعة ما في ناس بتصر على العمالة والخيانة. طيب بيبدأ تبييض الأوجه كيف؟ طبعا في ناس نسيت الدابي جرائم الحرب، المتهمين بتاعين المحكمة الجنائية بسببهم الشعب السوداني ده اتحاصر 30 سنة واتزلى ورجع مليون سنة لورا وبقى يحل ماضيه، لأنه كان ماضيه أفضل من حاضره ومستقبله. بتم التلميح كيف؟ وبالمناسبة الشغل ده لما كان بتم الكيزان ما كان بعيد من الدول اللسع بتحت المحاور اللي بتتآمر علينا دي، لأنه كان بيساعد عبر مؤسساته ولا المؤسسات الإقليمية. يعني الدابي ده عشان في عز المسألة بتاعت أنه يا جماعة السودان محاصر والجامعة العربية فرغت نفسها للدفاع عن الحكومة السودانية وعن غيره، الدابي عشان الحكومة تبيض وشه قاموا رقوه جابوا بي وين الجامعة العربية، وما عارف مندوب لحل مشكلة سوريا وهو مجرم حرب. كل مجرمين الحرب يا جماعة الدولة السودانية رفعت من شأنهم، على رأسهم المجرمين ناس أحمد هارون وقيرهم اللي صنعوا وكانوا لافين في الوطن العربي، ويقول لك الجنجويد ده اسم يطلق ما عارف على زور راكب جواد شايل جيمسيري، يعني كلام كان غريب. والوقت ده أحمد هارون، لأنه الناس السياسيين السودانيين من قذارتهم والعسكر السوداني العميل الموجود الآن على سدة السلطة بيستغفلوا الشعب السوداني وبيلعبوا على ذاكرة الشعب السوداني أنه ذاكرة زبابية أو ذاكرة بطاعة سمك، عشان كده بيجيدوا التلميع. تلقى المجرم بتاع غسيل الأموال أو أي مجرم يجيبوا يخطوا لك في وزارة نهب سرك هنا، ما في زول بيحاسبه، بيجيبوه بيرقوا في منصب أعلى. ده ديدا كان موجود في الدولة السودانية ولا زال حتى هذه اللحظة، ولو جينا مسكنا التاريخ ما حصلت محاسبة ولا حصل قامت شرعية ثورية حقيقية إلا في الانقلابات اللي فشلت زي الحركة بتاعت 71، الناس لو بتتذكرها يا جماعة. لكن تاني ما في شرعية ثورية تم إقامتها لا في اكتوبر 64
ولا في أبريل مارس 85 غير المحاكمات اللي كان هزلية تمت لينيميري زي المحاكمات، وكان الناس مركزين فيها على القضية الأشهر قضية الفلاشة. عشان أن إحنا ما نقع في المطب ده الناس تكون واعية أنه يا جماعة زي ما قلنا لما كنا بالنادي في اللايفات في 2018 و2019 أنه نحن محتاجين نبدأ من الصفر. ما في زول يجي يقول لنا لا ونبني ونعمل، لا محتاجين نبدأ من الصفر. السودان يا جماعة ما حتقوم لقائمة ولا حتكون في دولة سودانية حقيقية بنحلم بها ما لم نصفر عداد الدولة السودانية حقيقة كده. نصفر عداد الدولة السودانية يعني نبدأ من شنو يا جماعة؟ من الصفر. نعتبر أنه ما في دولة، دارين نبني دولة، لأنه الإسلوب أن إحنا بنبني عليه. وضربنا مثل قلنا يا جماعة في جرح المتقيح لما التعاجب المسكنات كل ما بينفجر بيكون أخطر، وديل عبارة عن سرطان عايش على الدولة السودانية. السياسيين السودانيين والجيش السوداني وما وشركائهم البقية عبارة عن خلايا سرطانية وابتلت بها الدولة السودانية وابتلت بها الشعب السوداني. ولكن هذه الخلايا السرطانية ما كان بتتمكن من الدولة السودانية لولا يا جماعة الانتكاسة والخساسة والخيانة التي مارسها بعض المثقفين والإعلاميين وغيرهم والقانونيين وغيرهم المتحزبين. وأضرب لك مثل بالوثيقة الدستورية دي، الخطوة قانونيين ما شياطين، اللي هم ناس ساطع الحاج وابتسام سنهوري، وهم كانوا يعلموا تمام العلم بالمواد الخطوها البالية اللي هو خلوا فرصة للجنة الأمنية تجي يا جماعة عشان تعمل اللي هي عايزاه. أول حاجة استلموا القضاء برهان غيروا، جابوا النيابة اللي عايزينها هم يسيطروا على أي حاجة العساكر. وجات نفس النغمة الشركاء بتاعهم اللي كانوا بيدعوا وبيتكلموا وبيخوفوا الشعب السوداني ويرهبوا، لا أن إحنا ماشيين للصوملة، أن إحنا ماشيين والدولة السودانية وما عارف. وفي حاجة غريبة رغم أنها صادمة لكن أنا حضطر أقولها، لأنه أن إحنا لو ما تركنا النفاق الاجتماعي بتاعنا بنمارسه أن إحنا كسودانيين ما حتقوم لنا قائمة، ولو ما تركنا المجاملة ما حتقوم لنا قائمة. من الأشياء المؤسفة جدا جدا تلقى سياسي كبير مثلا زي الصادق المهدي رحمة الله عليه لما ينتغل تجي تلقى كل السياسيين وكل القوى دي بتتكلم له، بقول لك والله هذا الرجل انتغل في الوقت اللي محتاجة للدولة السودانية. لو خدتنا علامة استفهام كبيرة، طيب هذا الرجل رحمة الله عليه في حياته عمل شنو للدولة السودانية ومرت بكل هذه المطبات؟ وين قابت الحكمة؟ وين قابت الدراية؟ وين قابت ده؟ أنا كمثل بخدت للناس، لو ما طلعنا من الحتة دي ما حنبني دولة ولا حنبقى بشر. أنا بقول لكم بالواضح، لازم نفهم الكلام ده يا جماعة. حكاية أنه والله لا الدولة السودانية ومحتاجة، ما محتاجين. الناس ما قدموا للدولة السودانية حاجة، ما قدموا للشعب السوداني غير مآسي ومخازي. كل الموجودين ده ظلوا يقدموا للشعب السوداني الألم ويقدموا له الدماء ويقدموا له أي حاجة متعلقة بالحروب، متعلقة بأي حاجة، لكن ما شفناهم يا جماعة قدموا حاجة حقيقية للشعب السوداني. يعني ما قدموا للشعب السوداني ده تنمية حقيقية، ما قدموا للشعب السوداني ده تنوير حقيقي، ما ثقفوا الشعب السوداني. طيب كيف أنا مطلوب مني يا جماعة أنه لمن أفقد الناظر في لحظة من اللحظات كأن السودان ده انتهى أو تيتم؟ الدول اللي بتبنى على أشخاص، الدول يا جماعة ما بتبنى على أشخاص، بتبنى على دساتير وعلى قوانين بنعلي قيمتها. الآن الدعوة لـ 19 ديسمبر والغباش الحاصل ده والمجلس ما عارف الشورى
بتاع لجان المقاومة اللي هي يا جماعة بتدي الناس الفرصة للدخول من الأبواب الخلفية. أنا داير الناس يا إخواننا تكون واعية للأساليب القذرة. شفنا الكيزان ديل بيلمعوا المجرمين كيف، مجرمين زي ناس أشرف الكاردينال، ما عارف زي ناس جمال الوالي، ما عارف زي زعيط ومعيط، والمجرمين بتاع غسيل الأموال على المستوى الدولي أو مستوى الإقليم. شفنا الجامعة العربية كانت بتدافع عن نظام الإنقاذ وبتجيب مجرمين الإنقاذ زي كمال حسن علي اللا زال قاعد يمثل الدولة السودانية. شفنا الاتحاد الأفريقي كيف كان بيحتفي بأعضاء هذه الحكومة المجرمة، نافع علي نافع وغيره ويكرم ما عارف لأن المؤسسات دي ما بيهمها. أنت لو مصلحتك ما بقي تحرز على والله ما في اتحاد أفريقي ولا ما في جامعة عربية ولا ما في أمم متحدة ولا جين أحمر بيكون حرز على مصالحك. أن إحنا ما في عالم منتشرة فيه الفضيلة، ما في عالم يعني حالم، لا لا، أن إحنا في عالم القوي يأكل الضعيف، الأغوياء يأكلون الضعفاء زي ما بيحصل في المنطقة حولنا دي. ورغم أنه نحن سبقنا الكثيرين ولكن للأسف فشلنا في أنه نحافظ على هذا السبق، فشلنا في أنه نحافظ على هذا التقدم. والدليل على ذلك الإسلاميين وشركاء والقوى السياسية دي بيصروا في كل خطاباتهم أن الدولة السودانية فقيرة، ولكن الدولة السودانية ما فقيرة، فقراهم، فقراء خيال، فقراء وطنية، فقراء أي شيء. أنا بقوله يعني بالواضح كده، عشان كده مصرين يرسخوا في ذهنية الشعب السوداني أنهم دولة فقيرة. عشان كده لما جوا فسدوا وسرقوا وتآمروا، حتى يا جماعة الثورة دي طلعت لنا أشخاص بأصابع اليد على رأسهم أكرم التوم. أكرم التوم ده اتآمروا عليهم منه يا جماعة، اتآمرت عليه العصابات. أول حاجة تآمروا عليه، لاحظ أنه دين مدنيين ناس الدكتاور، وتآمروا عليه ما عارف ناس كباشي، وتآمرت عليه قوى إعلان الحرية والتغيير، وتآمر عليه مجلس الوزراء لأنه في أموال اتنهبت، أموال جايبها المنظمات العالمية لأزمة الكورونا. فلما الراجل ده اتكلم تم التآمر عليه يا جماعة، وتم شنو يا جماعة؟ لأنه ما دارين وسطهم إنسان قلبه على الدولة السودانية أو الوطن. الموجودين ديل كلهم أنا بقول لكم يا جماعة ديل بيمثلوا دول تانية، بيمثلوا جهات تانية هم منتمين لها. أكرم التوم عشان يأخذوا 800 مليون يورو أو 80 مليون يورو ما عارف، ناس كباشي وتاور صديق تاور اللي كان لسانه لا كل يوم مؤتمر صحفي عامل فيها وطني، ليه تاور ما سمعناه الآن يتكلم؟ لما وزير الصحة جاء قال نحن حاصل 1 2 3 والمنظمات رفضت تدينا أموال. المنظمات رفضت تديكم أموال لأنه عرفاكم سرقوا الأموال الفاتت، وهي أموال دي بتطلع على حاجة معينة انتوا حقدتوا على الشعب السوداني في الأموال جايبانه المنظمات، فما بالك بأمواله وثروات اللي انتوا بتنهبوا فيها وبتتقاسموها. يبقى يا جماعة انا داير الناس تنتبه، موسى هلال لم يكن في يوم من الايام شريف، وانا اسمي ما يسمى الجبهة الثورية وغيره. اتذكر كان انضم لهم موسى هلال فرحوا به، انضم لهم يوسف الكودة فرحوا به، قلت له انتوا بكرة لو جاكم صلاح غوش ولا جاكم عمر البشير بتفرحوا به، وطبعا باردين برود جدا. يقول لك دي ما سياسة، عشان كده السياسة في السودان غابت منها المحاسبة، عشان كده انتشرت العمالة والارتزاق بقى على عينك يا تاجر. وأنا قلت لك في يوم من الأيام القوة السياسية السودانية دي لو أن إحنا صمتنا الشعب السوداني سكت، هتلقاهم قاعدين يتونسوا، وين يا عملاء قطر؟ كيف يا عملاء الإمارات؟ كيف يا عملاء مصر؟ عملاء إريتريا؟ حيكونوا كده، وما في أي خجلة ولا في أي حياء ولا في أي وطنية. حكاية أنه جايين تدخلوا لنا في الشعارات 19 ديسمبر من أجل موسى هلال، موسى هلال ما مظلوم، موسى هلال مجرم، حميتي مجرم، برهان مجرم، كباشي مجرم، ياسر عطا مجرم، كل السياسيين القاعدين دين مجرمين لأنه خدعوك انت كشعب سوداني.
قالوا لك اللجنة الأمنية دي شركاء ودال أكثر ناس ضد الديمقراطية، لأنه لو في ديمقراطية حقيقية بتحاسبهم. تعال شوف برهان وشوف الاستعباد بتاعه، نفس الشيء اللي حصل تتذكروا، لأنه يا جماعة قلنا عيب الذاكرة الضعيفة دي ما بتنفع ولا بتبني دول، لأنه الدول المحترمة أو أي تدار تبني حاجة محترمة لازم تكون دارس تمام إخفاقاتك التاريخية. لما بدينا القصة بتاعت ناس إبراهيم الشيخ والعسكر، نفس إبراهيم الشيخ جاي يقود مبادرة، نفس الاستعباط المارسه برهان، والحاجة بتغيظك وتدعبك وتألمك في من يسمون أنفسهم بالسياسيين السودانيين دي، أقبى سياسيين قابلوني في العالم وأكثر سياسيين منبطحين ولا يعيشوا من غير العسكر، لأنه يا جماعة العسكر سايقنهم سواق نظام، سايقنهم عسكر بالخلا وسايقنهم عسكر بالجو. الآن بعد ما عملوا المجلس بتاعهم ده اللي هو المولود الغير شرعي نتيجة لاتفاق غير شرعي اللي هو نتيجة لجريمة جوبا اسمه مجلس الشركاء، قمة الحاجة العملة اللي اسمه برهان، قال لهم يا أخي خلاص، عشان تعرف حمدوك ده ذاته رجل خطر على الدولة السودانية ورجل خطر على الثورة السودانية، واتضح أنه فعلا والله عميل للكيزان، وأكثر ناس كانوا بيشجعوا وجود حمدوك جماعة شكرا حمدوك ده ديل هم الكيزان، لأنه لا هبشوا لا فعل شبعية ثورية ولا طلع قابل الناس ديل ولا الشهداء جخطة في الموقع ده، خطأ حصل في يوم من الأيام مش زار المواقع اللي استشهدوا فيها، لحد هذه اللحظة أنا بتكلم فيها حمدوك ما مش زار القيادة العامة، ما مش زاره ليه؟ لأنه ما بعنيه، جاي في مهمة يموت ألف يموت مليون يموت الشعب السوداني والحرام ده، ما دام نحن أمورنا ماشية تمام وعمالتنا وبنضبط تمن عمالتنا دين الناس دي تفكيرهم كده. السياسة في السودان تمارس من أجل السراء، تمارس من أجل العمالة، ما بتمارس من أجل بناء الوطن ولا بناء الإنسان ده يا جماعة. والكلام ده أي زول ما عارفه أو بغالط فيه ده يبقى زول ساكت حمار، باحترامي لك واحترامي للحمار، لأن الحمار بيحفظ، الحمار بيكون حفظ. الآن السياسيين السودانيين الكذابين ده اللي بيقول لك ان احنا الديمقراطيه والعساكر اكثر ناس يلعبوا احذيه العساكر ولا يامنوا، لانه لو خلوهم للشعب ده، لانهم عارفين يا جماعه نفسهم وعارفين وجهه نظر الشعب السوداني فيهم هي شنو. لذلك رجاء خاص هذه الثوره ما بتحمل اي شعارات، ولا يجون ناس اخواننا رضوان ابو قرون بطريقتهم دارين يدخلوا لنا مسهلات الشغل بتاع العرقيات دي. شوفوا يا جماعة والقائمين على الأمر أخواننا في الأرض، وأنا دائما قاعد أقول الناس القاعدين في الأرض ده ما في زول بيوجههم، هم اللي بيتحركوا، لكن لما أجي القلي شعار رافعينه عشان موسى هلال طص في موسى هلال، موسى هلال كان يوم يأتي يوم كان رجل وعنده موقف، إلا عندما ضرب بغريبه ولأنه دي ضربت الخائن والعميل، انت جابوك خاين وعميل وكتلت رب واحد غيرك يجي يضربوك بيده، زي ما اسع العساكر بيضربوا في الخونة والعمل السياسيين دي ودايرين يضربوهم بنظام الحركات المسلحة. كيف الكلام ده؟ المسيطر بيلعب بأخمنه، بيلعبوا بيكم برهان وبيلعب بيكم جماعته دين اللجنة الأمنية وبيلعب بيكم حمايتي، لكن قاعدين يلعبوا بيكم بمزاجهم. لا لا، للأسف هم ذاتهم بيلعبوا بيكم نتيجة لتعليمات من دول أخرى. وأنا قلت عليكم أمس البدير السودان الآن حاليا اسمه منو ده السفير الإماراتي والجاسوس اللي اسمه دحلان ده، ما تقعدوا تستهبلوا لنا، دي دولة بقت فاكة، دولة ما عندها سيادة. تجي إسرائيل تزور التصنيع الحربي، يجوا الروس يعملوا لهم قاعدة، يجوا الأمريكان يخشوا يخاطبوا الوحدات العسكرية، ديل عساكر شنو ديل؟ ديل ما رجال ولا يستحقوا هذا الشرف. وقلنا الكلام ده يا جماعة، وشفتوا برهان عمل شنو؟
لمن الضباط والناس اللي هم مفصولين تعسفيا لمن دارين يمشوا يحتجوا يعملوا وقفة، برهان عمل لهم شنو يا جماعة؟ حاصر القيادة، حاصر بالموانع وحاصر بالأسلاك الشائكة، لكن ممكن يفتح للجيش المصري اللي هو محتل أراضيه، ويفتح للجيش الأثيوبي المحتل أراضيه، ويفتح للأمريكان، ويفتح للأثيوبيين، لكن ما بيفتح لديل، لأنه ديل هو ما معني بهم، ديل ما بيهموا، ديل ما مهاموا. رجاء خاص يا أخواننا، ورجاء خاص لأخواننا في الأرض، أي صورة بتاعت أي أرزقي أو أي سياسي سوداني لا تستحق، ولا عسكري سوداني لا تستحق أن ترفع. أنا بقول لكم الكلام ده ومسؤول منه، لأنه لا يستحق هذا الشرف. من ترفع هي صور الشهداء، إذا كان لا بد من صور فلنرفع صور الشهداء وصور المفقودين عشان نتذكر قيمة دماء الناس دي. سالت في شنو؟ سالت من أجل حريتكم، ومن أجل كرامتكم، ومن أجل العدالة، ومن أجل السلام، وليس السلام الذي صنعه العملاء من الحركات المرتزقة اللي هي الآن اللي اسمه برهان بيستخدمها. هم دين ما برضو عملاء، ما قلت لك العمالة متفاوتة في الدولة السودانية، لازم يعني جار يواجه بها. وناس غحت الخونة، الفضائح بدأت تطلع. عشان كده لما كان بنتكلم نحن ما عندنا عداء مع شخص، وأنا أتحدى حتى هذه الحركات التي أهاجمها على معرفة بمعظم أعضاء هنا معانا في مصر، دي حقيقة. الحقيقة ما فيها اتنين. بعدين في الوطن ده لا في أخوي، لا في صاحبي، لا في رفيق، لا في وطن. الوطن أول، أولا، ثانيا، ثالثا، بعد ذاك لو عندك حاجة عملها، الأحزاب السودانية والحركات المسلحة السودانية نفسهم أولا وثانيا وثالثا، والوطن بيجي في المرحلة الرابعة. عشان كده بتلقى التدخل الأجنبي سافر. الآن المبادرة واللخمة الدارين يلخموا بها الناس، حكاية إبراهيم الشيخ يخش مبادرة ويتكرم عليه البرهان، ما هو خدعوكم كيف؟ خدعوكم نفس الناس، قالوا لكم والله مجلس السيادة ده مجلس تشريفي ما عنده أي قرارات. كيف تشريفي يا جماعة؟ قال والله مهمته يستقبل كبار ضيوف البلاد، يحتمد الدبلوماسيين، يستقبل ويودع. فجأة لقينا المجلس هو مسيطر، اللقينام تشريفيين هو اللي اسمه رئيس الوزراء ده، القاعدين يلعبوا بول مستشارين بتاع انه امثال الشيخ خضر. ولما كنت بتكلم عن الشيخ خضر هنا، الناس بعد ذاك بعد شهرين لما ظهر حتى بدت فهمت انه في حاجة اسمها الشيخ خضر، وفي حاجة اسمها زعيط ومعيط، وفي حاجة اسمها عبيد كيزان. ده كلام ما كنا بنقوله تجني على البشر دي، ولا في بيناتنا وبينهم حاجة. لازم يا جماعة نوع موسى هلال، بلا موسى هلال بلا حريقة تحرقه. دي حاجات مجرمين خونة عملة في أشياء بينهم وبين بعض وصفوا. بعدين تعال شوف، أنا طبعا لما قاعد أهاجم القانونيين السودانيين ديل اللي اسمهم المحامين الديمقراطيين والإسم، ما قاعد أهاجمهم عشان قضاضة. في حد يعني انت قاعد قانوني، واحد مجرم زي عبد الغفار الشريف ده يجي يطلعه جاسوس طاع عثمان الحسين، يطلعه من السجن، الامارات تقول له برهان طلعه، برهان يعمل له حاجه من راسه، المحكمه الدستوريه فكت عبد الغفار الشريف والاموال النهبه رجعها له. يلا ده حيجيبوا عداله كيف؟ دايرين تحاكموا كباشي ولا حميتي ولا برهان ولا غيره اللي قتلوا السوار؟ بيقتلوا في السوار من 2018 لحد هذه اللحظة، ويختطفوا في السوار، والسوار مفقودين، والشرفاء مفقودين، والمحامين الديمقراطيين تجيبا سودة ومحكمة جنائية، ونبيل أديب يقعد ما بنسمع لهم بيان، ولا بنسمعهم يتكلموا، ولا قالوا حاجة. عارفين ليه يا جماعة؟ لأنه كل النازل منتظمين في أحزاب، كل النازل مستعبدين من أيديولوجيات ومن أحزاب ومن قيادات أحزاب، ما يقدر يطلع عن طوع الحزب.
والأحزاب ما وطنية. يا ريت لو كانت أحزاب وطنية ويجي يقول لك والله الوطني الاتحادي وزعيم الوطني الاتحادي قاعد يدير الحزب من القاهرة من مصر الجديدة. يا أخي ده كلام غريب ده يا أخي. هن احنا قاعدين وين؟ عشان كده الشعب السوداني ينتبه لأي تلميع لأي كذب يمارس هؤلاء السماسرة وتجار الأوطان وتجار الدماء الذين يتاجروا بدماء الأبرياء. يا أخي نحن لو ما انتبهنا جيدا دارين نعرف أنه يا جماعة 19 ديسمبر 2020 ثورة من الصفر، تصفير الدولة السودانية، بناء الدولة السودانية القوية، إسقاط القبلية، رفع قيمة الوطن فوق القبيلة. ما في قبيلة جات قعدت بوطنها بترابها، الأرض موجودة قبل القبيلة. عشان ما تجي قبيلة تفرض، لأنه ده المدخل الدارين يغيروا به الشعب السوداني ويعملوا التغيير الديمغرافي وكل المؤامرات اللي بتدور دي وبينفذوها هؤلاء العملاء، لأنه عندهم حمايات. ويقول لك ده أنا يا أخي ما في زول بيحميك زيك وزي أي كلب بتترمي. قلنا لك الكلام ده، موسى هلال عملوا لشنو في النهاية؟ كتلوه بمنو؟ بالزول الربا جو كتلوه بقريبه اللي اسمه عميتي، وينفخ وينفخ فيه الكيزان. قوة إعلان الحرية والتغيير بتنفذ تعليمات الكيزان والإمارات، ما عارف حركات كفاح مسلح. والله علي القسم ما عندكم أي كفاح مسلح، اسمه كفاح مسلح، لأنه ما أدى لنتيجة. في النهاية جارين تستدعوهم الإمارات يمشوا. دي ما دولة تدار كده، ولا في ثورة تدار كده. نحن الثورة حقتنا الجاية دي من الصفر، وعندنا الدستور والقانون فيها الشرعية الثورية النافذة. حتى الرجال الذين يتم اختيارهم يجب أن يتمتعوا بهذا القدر من القوة تجاه قضايا الوطن. ما دارين لنا ناس ضعفاء، دارين ناس أشداء. يقيموا الشرعية الثورية في رأس أجعص جعيص. ده المفروض يحصل يا جماعة. أنا داير الناس تنتبه، لأنه من الآن ومش من الآن الناس دي شغالة ومعاهم أجهزة مخابرات، والدولة السودانية قاعدة مفك وساكت. أي ابن آوية جاي خاشي، أي مرتزقة جاي خاشي، أي ابن جاي خاشي. ما بلد فاتحة وبديروها عملة ومرتزقة ومنبطحين وممثلين لدول أخرى، ديل جايين عشان ترفع لي صورة زعيط ولا معيط. ما عندنا أي شخصية حنرفع صورتها، بنرفع صور الشهداء وشركاء العسكر والمرتزقة. انتوا يا اخواننا ما خلاص دوركم انتهى، شكر الله سعيكم ولحد هنا ما قصرتوا. بعد ده سيبوا الشعب السوداني ياخذ قراره، لانه انتوا دائما بتسرقوا نضالات الشعب السوداني وعايشين على نضالات الشعب السوداني. عشان كده لما قلنا تضغط اول وثاني وثالث ورابع وعاشر، الشعب هو الناهي والآمر، الشعب هو مصدر السلطات وليس مطية، ليس مطية للمرتزقة والعملاء والضعفاء والمرجفين. 19 ديسمبر 2020 ثورة، ثورة وقيادة الشعب. ما في سياسة تانية يجينا، ولا الأحزاب اللي بنت دول وأجهزة مخابرات. يا جماعة لازم ننتبه، لأنه الآلة الإعلامية سكتت عن موضوع 800 جثة، ما تكلموا عنها. 800 جثة جها رشم حميتي وقفلوا المقبرة تاني. الطب العدلي قال لكم يا جماعة في دي المقبرة في جثث 800 جثة، ما في زول عمل لهم، لقوا المقبرة قاموا دفنوها. يشوشوا على الشعب السوداني، يجوا الشرزمة بتاعتهم يقولوا لك لا المقبرة دي ما في السودان، دي عاملينها ناس الهناي الكيزان عشان الناس تطلع. ديل الشمشرجية بتاع انهم اللي كانوا بيقعدوا يتهموا الناس، انت كوز وانت، ديل هم الكيزان وشركاء الكيزان. وتعرفوا تماما هذه ما يسمى بالحركات الثورية يا جماعة، دي صنيعة بتحت الكيزان، وديل مساعد الياي بتاع الكيزان في العربية.
وشرحنا الكلام ده كثير جدا جدا، لكن دارين ننتبه للناس اللي بتدس السم في موسى هلال، جايبوا لي دار ترفعوا لي في الثورة. ما يستحق أي إنسان، ما في زعيم يستحق هذا. لازم ننتبه والخداع اللي بيمارسوه السياسيين دي. جماعة نحن الثورة دي ما عندنا ضحايا. وبعدين حكاية إرهاب الناس دارين يرهبوا الشعب السوداني والدعم السريع وقواته، يا أخي دين مرتزقة أجبن من كانوا. وأما الجيش، الجيش ده أنا من قلت لك بقى جيش باطل وجيش خايب، وقياداته القاعدة دي قيادات باطلة وخايبة. وأسع ناس بروهان دين قاعد لهم أخو حميتي الصغير عبد الرحيم دقلو قاعد له في وزارة الدفاع تتكلم. انتوا ما بتخوفوا الشعب السوداني وما تفتكروا الشعب السوداني الإذلال عن مارستو ضده ده والقهر مارستو ضده ده. واحد اسمه عقيل بدر الدين قال لي هوي ارحم نفسك، ولا هو بيتكلم مع منه ما عارف، انا ارحم نفسي من منه اكيد. طبعا انت قاصدني انا كده امشي مشغلينك قطيع دينك بعدين تعال راجع لي. يبقى يا جماعة الجيش اللي قاعد ده وبيدخل في ده وبيدخل في ده، ده ما جيش. الجيش القفل القيادة بتاعته واغتصبوا بناته ورفعوا لهم شرفهم. في انتوا ناسين المنظر بتاع لباسات البنات؟ نسيتوا؟ ده شرفكم، عرفتوا؟ والإذلال مارسوه القوات الجاية من برا السودان واحتفلت بمذبحة الاعتصام، نسيتوهم؟ نسيتوهم؟ ده ما جيش. شالوا الشرفاء اللي وقفوا معاكم ابعدوهم. ده يا هو لو انتم منتظرين برهان ويا ابراهيم الشيخ. وطبعا حمدوك هطلع، انا متاكد مع احترامي لكم واي زول، انا حمدوك خزلنا وخزل الشعب السوداني وخزل الدوله السودانيه. ويا ما تكلمنا هنا في اللايفات دي قلنا والله العظيم حمدوك عندك فرصه تكون اعظم رئيس وزراء. لقيت لك شعبية مطلقة، ما لقى أي رئيس وزراء. لكن يا خسارة العميل أو الإنسان الضعيف والحاسب الامتنان للكيزان، لأنه وظائفك اللي انت أخذتها دي الانترناشونال ستاف في المنظمات الدولية وغيره أخذتها شكلك برضا الكيزان، ومثلت السودان عن طريق الكيزان. وأي زول مثل السودان عن طريق الكيزان غير نافع. وزي ما قلت لك موقفي مع السفير السوداني الجابو جديد اسمه محمد الياس، التقيت به مرة وريته وعكست له صورة عن خالد الشيخ، أسوأ دبلوماسي مرة على تاريخ الدبلوماسية السودانية، اللي كان بيجيب الشرطة المصرية تحاصر السفارة عشان ابناء السودان ما يجوا. قال لي أنا ما في زول ما احترمته وكذاب، كلهم كذابين، ديل ما بيمثلوا الدولة السودانية، سماسرة وتجار وتجار. عشان كده خدعوا الناس وجابوا الكيزان وما في زول داري يفتح خشمه. لكن بإذن الله 19 ديسمبر طوفان 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 طوفان، حيبني على بياض، حيهد ويبدأ من الصفر، يبدأ على الحق، على العدالة الشرعية الثورية والعدالة. عشان يا نحن نكون دولة محترمة، يا نعرف نفسنا نحن شعبي مستعبد ساكت، شعبي ما يستحق ذات هذا الوطن ولا يستحق هذه الخيرات. لكم التحية، وموعدنا 19 ديسمبر، وسنلتقي كل يوم عشان نذكر الناس ونذكر المرجفين ونذكر الخونة والعملاء ووكلاء أعداء السودان الذين يتسورون المناصب الدستورية في الدولة السودانية. لكم التحية لكل الناس اللي تابعونا، أنا بشكركم، السلام عليكم.